يا اخوان عدنا لكم جديد اعزائي المتابعين. في هذا الفيديو راح نجرب تشكيلات عشوائيه من اللعبه نفسها. اوف تشكيلات عشوائيه ايش في ايش في اخوان. المهم لايكات كل الفيديو، اشتركوا بالقناه اذا كنتوا جدد، والله وشكرا على الدعم يا زلمه على الفيديوهات الاخير. ايش في زلمه والله انكم اساطير يا اخوان، الله يسعد دينكم. تمام راح نفوت بسرعه هون على والله لسه مش ناوي ارفع كؤوس، ولكن راح ارفع عيني هاليومين ان شاء الله. اوكي نيجون عندك، شوفوا راح يعني اعمل خمس تشكيلات واوقف عند الخامسه، وكنت بجرب تشكيلات بتخزي، شوفوا ايش راح يطلع لي يا زلمه، يا رب ما يطلع لي زي هيك. راح اجرب خمس تشكيلات وعند الخامسه راح اوقف. تمام واحدة اثنتين ثلاث اربعة خمسة. شو هذا؟ طب الكلون على شو بدي استخدمه؟ الله يقرف كل شيء. ولك ايش فيه يا اخوان؟ شو هذا؟ الفريز. لا انت قول الكلون على شو على المين بيك بدي اعمل. بعدين بحساب الاصل يعني هسه الخصوم راح يطلعوا لي شق. هاي اول جيم خساره يا اخوان، من هسه بقول لكم. يلا خلينا نجرب. اوكي ان شاء الله اول واحد يكون منوب يا اخوان، لانه التشكيل اللي عندي بس المنوب بيعملوها، والله بيستحوا يعملوها حتى. اوكي خلينا نشوف ايش معه. اوه دريل، راح احط عليه ميني بيكا، بس تقرب تموت راح انزل الكترو عشان الزاب. نايس. اوكي نايس ويتش، راح احط ايرثكويك عشان السكيلتون، واذا ما حط شيء على الميني بيكا راح اعمل فريز. حلو فريز، يسعد دينك. كمان وحده كمان وحده كمان وحده كمان، يسعد ابوك يا شيخ، اقسم بالله لا ادافع هسه والله اذا بتقرب على البرج. والله جبنا برج يا اخوان، حلو حلو والله، اذا بس بدي اقعد ادافع انا. ناي جولدن، اوكي راح احط ميني بيكا هون. نايس نايس والله يا اخوان مسكنا الوضع. والله ما بعرف كيف اخذنا البرج يا زلمه، الحمد لله زبطت كويس انه ما يعني لو تاخر شوي بالفالكري، قصدي حط على الميني بيكا، كان والله ما بنحلم بالبرج. نايس تشكيلته والله زفت معلم، ويتش وسكيلتون ارمي وجوبلين دريل، خرب بيتك. اوكي هون ويتش، وبس تقرب تنف او لا خلاص. نايس دفاع ممتاز، دفاع ايش حلوين. اول جيم بالفيديو بالله عليك بدنا نفوز يا زلمه، خلص سلمنا الجيم يا زلمه، بدك تفوز. اوكي بنحط هون مورتر دفاعي انواع جولدن نايت. اوكي حلوين، سلمنا الجيم يا زلمه، مش راح توصل على البرج خلص والله. لا فريز اللي احط لك على الجوبلين دريل هسه. اوكي مش ناوي نزل شيء. اوه سباركي، عندي حل، راح امسك السباركي هسه قبل ما تقرب عند على الجسر، راح اعمل فريز. يا عيني حلو، اي ثينك انه فلس اكسير صح، بسرعه فريز ميني بيكا. نايس كمان وحده كمان وحده، يسعد ابوك يا شيخ كمان وحده. والله الميني بيكا سفاح يا اخوان، بعد التعديل اللي عملوا عليه سرعوا الضربه تبعته، اسطوري والله. شكله سلم الجيم صح، معقول؟ لا بديش اخاطر، بديش اهاجم هسه، اقول لك خلينا نجرب الكيترو وزارد ويتش، نعمل كلون او استنساخ. والله سلمنا الجيم. والله يا اخوان فزنا، اقسم بالله مش عارف كيف فزت يا زلمه، تخيل افوز بهاي التشكيله. والله نايس نايس، هو تشكيلته كمان غبيه زيي، والله غبيه زي تشكيلتي، مش زي انا غبي لا، تشكيلتي الغبيه. اه ركزوا ركزوا لك. نايس حلوين. اوكي يلا ثاني جيم، نفس الشيء خمسه، والخمسه بنلعب فيها يا رب شي زي العالم بالله عليك يا سوبر سيل، مشان الله بس تشكيلة زي اقدر اهاجم فيها يا زلمه، شو القرف هذا؟ الله يبعدنا. اثنين ثلاث اربعة، يا رب يا رب، واحد اثنين ثلاث خمسة. شو القرف هذا؟ هيل سبيريت وايس سبيريت ومينيونز و هذا القام عن جد يا اخوان خسارة، يعني قول اوكي في عندي ايش اهاجم فيه بس والله تعبان يا معلم. ليتس جو. اوكي راح نحاول نفوز يا اخوان، تحدي انتم عارفين تشكيلات عشوائيه بنفوز او بنخسر، يعني بنحاول نفوز، يعني احنا بنلعب على الفوز، احنا بنلعب على ايش؟ على الخساره. اوكي بنحط فرن في النص. اوكي نايت، شوف اكسبو والله يقرفك يا زلمه. اوكي بويزن على الاكس، ديون لعن ام الغباء والله يا اخوان اصبعي. اوف وهو كمان غلطان في الاكسبو، يسعد دينك يا شيخ، حلوين هيك استوينا. اوكي هيل سبيريت عشان ما يقدم، نايس هو غلط
كويسين. اوكي بنحط سبارك يا معلم، حلوين. معه تسلا وارشر راح يكون صح، تمام. ونحط قدامها رويال ريكروت او الحراس يعني. اوكي الرويال ريكروت راح اجهز الباتل رام، راح ارميها يمين لانه بكون بدافع عن ال... يسعد دينك. لا تضرب لا تضربي، حلو. غلط في الايس سبيريت، يا رب ما يفعل خاصيه الملكه. يسعد دينك، شوف الباتل رام كمان غاد. كف والله هالكناب اول هجمه يا اخوان، نايس. هو شكله نسي الارشر كوين قاعد يدافع على الباتل رام، نايس. هون منينز، اوكي فاير بول معه صح، يب حلوين. نحط هون فورن مره ثانيه وفيرنس. طبعا هو معه ارشر كوين بدل الارشر، معروفه التشكيله هاي. اوكي اوكي شوف في عندي فكره معلم، انه نصير نحط السباركي في النص، بس مش هسه راح اعملها، خلينا نهدي شوي. راح يصير قرفه السباركي في النص، اول ما يحط لي اكسبو احط له سباركي. ما معه شيء زاب الا الكيتر سبيرت ما بتوصل، لانه اكيد راح امسكها انا باي شيء. نايس اوكي بسرعه باتي الرام صرف كثير كثير. معه تسلا صح، نايس. حط التسلا هون بوي او لا بديش احط بويزن، خلينا نهدي اللعب. بنحط فيرنس لانه اذا غلطنا بالاكسير بروح فيها معلم، بركب لي اكس بو ارشر كوين ام ديد. اوكي بنحط روي ريكروت من ورا، نايس. راح احط باتل رام عشان ما يمسك على البورد لانه راح يلحق، نايس. اللي عنده سيارات غسالات للبيع. اوكي بنحط سباركي في النص، يسعد دينك. حطت الارشر كوين بتجنن، يا رب تمسكها يا عمري يا عمري. يا اخوان شفتوا يسعد دين السباركي، مع انه بكره هالكرت بيخزي، بس عشان انه معي يسعد دينه حاليا بس بحمد فيه. اوكي راح ارمي الباتل رام كمان هون عشان نضغط شوي على اليمين، وبرجو اصلا طاير هو تقريبا بويزن بسرعه، بلكي وصل. شوف شوف الزفت ولك زيحي، الله يخرب بيتك يا سباركي. بعدني بقول يسعد دينك، شفتوا كيف ما خلت الباتل رام تمشي، الله يخرب بيتك يا سباركي. كله من ورا اشرف بلعب سباركي وجين جوبلين هذا. اوكي سباركي كمان مره بالنص، والله راح اهلكك بيها هاي الحركه. يا رب تلحق تضرب، معقول تلحق؟ اضربي. والله انك كفو يا سباركيس، والله مغلبينك دائما يعني. اوكي هنا استعمل هو خاصيه الارشر كوين فما معه شيء. اوكي باتل رام على اليسار مع ايت سبيريت، وهيل سبيريت على اليمين الرويال ريكروت. اوكي بويزن مره ثانيه، نايس نايس نايس، حلو. فاي سبيريت راحت على البورج، حرام. اوكي راح ارجع اركب كمان فورن مره ثانيه. اوكي انت بتحط اكس بو، انا بحط لك سبارك معلم. يلا ابلع ابلع يا زلمه، يلعن قرفكم انتوا لعيبه الاكس بو، اذا مقسم بالله بدكم حدا يكسر روسكم. اضربي ايوه يا اخوان، عن جد لعيبه الاكس بو زم لا يطاقوا يا زلمه، بتحسهم في الحياه الواقعيه زم. ابصر كيف شكلهم، لا بمزح. تحياتنا لكل واحد بيلعب اكس بو يا اخوان، ايش في يا زلمه، نمزح احنا اخوان كلنا هون. اوكي فورن هون بسرعه نضغط جي جي. نايس نايس، اصلا كنا فايزين جميع الحوال، ضاغطين ضغطه بنت كلب. يلا نايس، هاي ثاني تشكيله يا اخوان فزنا، مش عارف كيف بس قاعدين بنفوز والله. والله التشكيلات يا زلمه، هاي التشكيله والله كويسه يعني، لما لعبت فيها والله نايس يعني. المليون ما استفدنا منهم، بس الرويال ريكروت اقسم بالله سفاحين للي كسبوا، وانا كنت عاطله السباركي كنت اقرف حياته، فنايس. والله ثاني جيم يا اخوان فزنا، يلا نجرب كمان جيم. على الخامسه راح نوقف بسم الله، يا رب يا رب شيء زي العالم. واحده يا حرام لو طلعت لي هاي، اثنين ثلاث أربعة يا رب خمسة يا اخوان. شو هذا يعني، شوف معي اكسبو انفيرنو نايس، الدفاع معي، بس كيف بدي ادافع عن الاكسبو؟ احط سبير جوبلينز. والله زفت يا اخوان، ما معي سبيل حتى، معي ميرور بس. يلا بسم الله يا رب نفوز، يمكن هاي نخسرها. يلا نايس عادي، تحدي. المشكلة وين يا اخوان؟ لأنه معي انفيرنو تاور، انفيرنو لا 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 انفيرنو تاور خمس اكسير. اوكي نحط سبير جوبلينز، لأنه لما تحط اكسبو بضل معك أربعة، فمشكلة هاي. اوكي بنحط ايس ويزرد، حلوين. خلينا نشوف كيف راح ندعسه معلم، ولك هسه أنا بدي ألعب لكم لعب في الاكسبو بخوف، وراح تقول أوف يا جلد أنت لعب اكسبو زمان، أنا زمان بقول نادوني جلد اكسبو.
لا جلد بو. شو الأضلاب؟ تمام أوكي. إنفيرنو دراغون الله يقرفك شيخ. أوكي نايت نايت ويتش من ورا عشان الباتس للإنفيرنو دراغون. أصلاً آشر راح يخلص نص دمه. أوه بويزن. والله راح أعمل إكسبو يا إخوان. إيش رأيكم نحط إكسبو بسرعة؟ إن شاء الله ما يحط لي إشي. بس عبين ما أركب الإنفيرنو. نايس خرافي الإنفيرنو. يا رب يضرب الإكسبو. والله يمكن يلحق يضرب ضربتين. كفو كفو إكسبو واحدة. يسعد دينك. كمان 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 كمان. والله نايس يا إخوان 500 خذنا. أوكي سبير جوب بلعنا معلم. يا حرام لو مع تورنيدو بس. اوكي تقريبا اخذ كل الدمج اللي اخذته عنه بهجمه واحده. يلا نايس نايس عرفنا شو معه. ميجا نايت انفيرنو دراجون جوبلين جانج رام زفت. تمام وبويزن صحيح. اه كنت نتذكرته. وايس جولم حفظنا كل تشكيلته معلم. اوكي وانا ارشر بس بشيله كل شيء معلم. تمام هسه شوفوا يا اخوان ايش راح نعمل. بدي استنى دبل اكسير بعدين ايش راح افتح الكراز. واضح تشكيلته ترى سهل ضدي مع ميجا نايت. سهل انك نمسك الميجا بس انه بدك واحد اسطوري زي في الاكسبو. اوكي راح احط كمان انفيرنو دراجون عليه. اوف شوف شوف غلط فكرني بدي احط اكسبو قال رمل هاي. اوكي هاي اكسبو هون. والله هو غلط هناك حط الايس جولم قال يعمل بريدكشن شكله. اوكي بدي ايس ويزارد معلم. ايوه يا عمري كفو كفو شوف الاكسبو انت ماسك سعدينه. نايس وان سبير جوبلينز. والله شوف برج معلم 1700 ولك ملك الاكسبو يا اخوان. بدي اهلك ويمين يسار بدي عامل لحالك فيها صوره الرام رايدر والبويزن ولك يا منوب. اوكي بسرعه ايش راح نعمل. انفيرنو دراجون من ورا. شوف وين حطت الانفيرنو عشان لما احط الاكسبو تكون جاهزه الهجمه. يا اخوان مخ مالكو يا زلمه. هاي مخ التوبلادر زي هيك. نايس هون سبير جوبلينز حلو هيك بكون جاب الميجا نايت في ايديه صح؟ اذا مشوف الزفت الاكسبو اذا ملف وجهك لغات. يا حرام صيكله. والله يمكن يضل ماسك الاكسبو. اقتله يسعد دينك. كف 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 كمان اكسبو. يلا يلا والله يا اخوان بلعنا. اقسم بالله لكناه يا زلمه. جي جي معلم. كفو مسك الاكسبو جي جي. والله التشكيلة نايس يا زلمة. والله حلوة التشكيلة. هي مش حلوة. أنا الأسطورة فاهم كيف؟ يعني أنا ملك الإكسبو. بس والله حلوة التشكيلة يا زلمة. أوكي زي ما شفتوا يا إخوان ولك أنا زمان شو بقول نادونا جلد إكسبو. أنا ملك الإكسبو يا إخوان كسرنا الطاولة. ولك قاعد بفوز جماد أقسم بالله. أول مرة بشوف التشكيلات هاي. شوف القرف. يمكن الفيديو طول صح؟ والله يمكن كثير طول الفيديو. ثلاث فوزات ورا بعض بتشكيلات اول مره بلعب فيها والله. والله التحدي نايس هذا يا اخوان. اذا وصل الفيديو والله 1000 لايك بنعمل كمان جزء ثاني بكمل فيها هاي الفكره. نايس. بدي اصور تشكيلات المتابعين تمام؟ طلبت تشكيلات من الانستغرام واعطوني فلازم اصور فكره زي هيك. نكمل التحدي هذا او ببلش واحد من الصفر مش عارف. المهم راح نجرب تشكيلاتكم اعزائي بحساب الرئيس لانه في ناس تقول يا جلد انت بتفتح حسابات ثانيه الكؤوس الخصوم بكونوا ضعفاء. والله ما لها دخل. شوف يعني هذا قديش كؤوسه. شوف 5100 يعني ان شاء الله فاتح حساب يعني كؤوسه 2000 ليفلك 8 بيطلع لك واحد 5000 4000 ما لها دخل معلم. اوكي نلقاكم ان شاء الله في الفيديو الجاي اعزائي. سلام.